في الحبس المركزي البوليس كانوا جالسين، واحد لحظة كيسمعوا الدقان في الباب. في نفس اللحظة كان يحل لديك الباب واحد الحباس لابس لبسة ديال الحبس وهاز في يده فردي وشكل ديالو غريب. شاف فيهم واحد شوفه وبدا كيضحك وتايق في راسه. قال لهم حسب القانون خاصكم تحافظوا على حياتي وخاصني نبقى عايش، وفي حالة ساليت مع حياتي الراسي ولا صفيت شي واحد فيكم كونوا هانيين كاملين غادي تشوف سبيريو، يعني كاملين غادي تشوف فيها حين تكون ما السهتار ديالكم والتسيوب ديالكم. ما كانش حباس بحالي غادي يهز فردي ويدخل عندكم. البوليس اللي كانوا في داك الحبس تخلعوا وخافوا يصفي عليهم ولا يدير شي حاجه، داكشي علاش غادي يوافقوا على المطالب ديالو وغادي يخلوه يهرب من داك الحبس. اليوم في قضيه جديده غادي تسمعوا القضيه ديال واحد المسخوط اللي حمق البوليس. وقبل ما ندوز الفيديو كنتمنى منكم الخوت ديروا لايك هذا الفيديو باش نوصلوا 10000 واحد باش يتبارطاجا مع ناس اخرين، وما تنساوش الاشتراك الا بغيتوا بطبيعه الحال. ومدوا على بركه الله. في واحد المنطقه محسوبه على الولايه ديال انديانا كاين واحد الدري سميتو جون ديلينجر، وحنا غادي نبدلو ليه السميه وغادي نقولو ليه جنين باش نبقاو مركزين مع هاد القضيه بلا ما يخربق لينا راسنا ديك السميه. الدري كان عايش غير مع عمته حيت الام ديالو توفات فاش كان عنده يلاه 3 ديال السنين. الاب ديالو تزوج وبقى خدام فواحد المحل ديال المواد الغذائيه. هاد جنين كان الاب ديالو هاملو بزاف، داز الطفوله ديالو صعيبه شويه. فاش ولات عنده ديك 10 ديال السنين ناض الاب ديالو قال ليه اجي خدم في المحل ديالي. وهنايا ولا جنين كيخرج من المدرسه فوق الظهر كيضل النهار كامل خدام، وفاش كيجي الليل كيبات في هذاك المحل نيت، ولكن ديما منوض المشاكل في المدرسه. الاب ديالو كان قاصح معاه بزاف وهذا هو السبب اللي خلاه عصابي وخاصو خير معاه من وديما مدابز معاه بلاص ما يهضر معاه وفهمه. كان كيشد وكيصرخ مزيان بالعصا. دازت الايام جنين ولات عنده ديك 14 عام ولكن باقي على نفس الحاله. واحد النهار طردوه من المدرسه في مره. تسع عامين جنين بقى خدام في المحل ديال با ولكن كيدير شرع يديه كيشفر البا من المدخول ديال المحل غير عاقبي هو يجي قلب عليه المحل سفاعل عليه ضربه وعيره. جنين في لحظه ديال الغضب معقل حتى جبد مع با وبحط طرشه حتى بانوا لي نجوم في عينيه. خرج من ديك المنطقه في مره ما دا معاه حتى شي حاجه من غير الحوايج اللي كان على ظهره والحصيصه اللي كان كيشفر البا كل شهر. وقصد المدينه ديال انديانا بوليس عجباتو المدينه بزاف، ولكن ديك المدينه كان خاصها فلوس كثيره خاصة العاقة بزاف. والحصيصة اللي شفر با كملات ليه ما بقى عنده حتى باش ياكل. بقى كيقلب حتى لقى واحد المحل وطلبوا يخدموا وفعلا خدموا عنده، ولكن بقى تيدو خفيف عاوتاني فين ما لقى الفرصة كيشفر شي حاجة. هاد البلاصة اللي كان خدام فيها جنين كان قريب منه واحد المحل، وكان ديك جنين كيدخل ديك المحل وكيبقى مجمع مع مولاه حتى ولا مصاحب مع داك مول المحل. ولكن جنين كان الهدف ديالو من الصحبة هو يشفر كيف عويدو السيد مجمع معاه على نيتو. جنين كيميد يدو بالخف كيطير شي لعيبه ويلوح في كمو كيشفر غير بالقياس باش ما ينتبهش ليه مول المحل. بقى على هاد الحاله شي مده ديال 4 اشهر هو خدام في نفس الوقت كيشفر السيد اللي مخدمه السيد اللي ولا صاحبو عشيرو. يا حسره هو باه ما عقلش عليه حتى غيعقل على دخونا عراك ليا دابا النهار اللي غيلقاه باه. وبا بكثره ما كان كيقلب عليه طلب منه السماحه وقال ليه يلا معايا للباديه نعيشو تما هاني. وبعد على الصداع ديال هاد المدينه جنين شاف حتى عيا ومشى مع باه. دازت الايام وحد النهار غادي توصل جنين واحد الرساله اللي غادي تقلب ليه حياته 180 درجه. الرساله اللي كانت عاديه ولكن غادي تخليه يكتشف واحد الحاجه جديده وغريبه في حياته. رساله صيفط السيد مول المحل اللي ولا صاحبه اللي كان كيجمع معاه غير باش يشفر وقال ليه فيها وها جنين راه النهار الاول اللي جيتي فيه عندي وبقيتي مجمع معايا رديت لك بال باللي كتشفرني، ولكن حيت دخلتي لي لخاطري وعجبتني الجرأه ديالك والذكاء ديالك كيفاش خدام كتشفرني في نفس الوقت مجمع معايا ومكالمي بحال ما كتشفر كاع. داكشي علاش ما قلت لك والو. واللي زاد عجبني هو انك طورتي الشفره لدرجه انك ما بقيتش كنقدر نرد معاك البال وشفرتي لي شي حاجه ولا لا. هادشي كله اللي كيتبت ليك خير باش ننصحك تستخدم هاد الموهبه والذكاء في شي حاجه اللي تنفعك، وانا متاكد باللي غادي تمشي بعيد. شنين كان كيقرا الرساله وما متيقش قرر رجع لديك المدينه ومشى عند مول الرساله وطلب منه السماح وواعدو باش يخدم ويرد ليه رزقو في اقرب وقت. دازت الايام جنين مخلفاش خدم ولكن ما كان كيطول في حتى شي خدمه. كنظن راكم عارفين شنو هو السبب. المهم جنين واحد النهار لقى راسو خدام في واحد الصاله ديال القمر. كان عند جنين واحد التركيز اللي كان قوي كيشوفه وهو يطير لدرجه انه ولا كيقدر يعرف الرابح من الخاسر قبل حتى ما تكمل اللعبه، حيت هو اللي كان كيبدل النتائج ويقرر شكون اللي يربح وشكون اللي يخسر. كان هو اللي كيدمس الكارطه وكان كيتفق مع واحد من جوج دوك اللي لاعبين كيقول ليه انا نقدر نخليك تربح غير بالفن
على اللاعبين ضدك، ولكن غتعطيني حصة من الأرباح. وفعلا داكشي اللي تيكون في مندق صغيرة قدر جني نجمع فلوس كتيرة، وقدر رد صاحبه رزقو اللي شفر لي. بقى جني خدام في ديك الصالة عامين، حتى جا واحد النهار اللي دخل واحد راجل لهاديك الصالة باش يقمر. وكان هذاك الراجل كينتمي لواحد عصابة خطيرة. هذاك النهار داز على الجنين كحل زحل، حيت هذاك الراجل حاق بيه وعرفو تيغش. هو شنق عليه تما وقال لي الا شفتك مازال كدور هنايا غادي نصفي عليك. قال لي هذاك الراجل باش عرفني مزيان سول عليا، هما غادي يقولوا لك اش كندير واش كنسوى. جنين داك النهار غير بزز باش فك راسو بين يدين هذاك الراجل ويعلق، وعمرو بقى فكر يرجع لهذيك الصاله. ومشي غير هذيك الصاله، ضرب على الخدمه ديال القمر في مره كاع حيت خاف يتلاقى بهذيك خينا. ولكن بعض المرات الانسان كيطيح في الحاجه اللي خايف منها نيت. وعقلو ليا مزيان على الراجل اللي قال جنين الا باقي شفتك هنا غادي نصفي عليك حيت غادي نرجعوا ليه من بعد. كيفاش انا جايكم ارى ليا دابا فاش غادي يخدم جنين في واحد الصاله ديال البلياردو، وتما تعرف على واحد الدري اللي كانوا عنده نفس افكار ديال جنين ولو صحاب. كانوا متقاربين في العمر بجوجهم، ديك الوقيته كانوا في العشرينيات من عمرهم. هاد الدري اللي ولا صاحب جنين كان سميتو تشي. لا 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 شي تشي اللي كنصبنو بيه، تسميتو تشي اسم ديالو. حتى هو كيعرف غير الشفره صافي، يعني بحال اللي قلتي طاح الحك وصاب خطاه. جنين بلب الشفره والاخر قال لي ما كتعرفش. هذا خرج من المدرسه والاخر كثار منه، بقى خدامين في ديك البلياردو حتى حاق بهم مسؤول باللي كيخلوضو عاوتاني. هو يجر عليهم بجوج ولاو حاقدين على الباشا، وكيفكروا يديروا اي حاجه باش يديروا لاباس وتولي عندهم مكانه في المجتمع. بحال نار جنين وصحيبو تشي، حك فكره غريبه عجيبه. قال قلتي قال ما قلتي ارا نضربوا بانكا دبروا على فردي. وكما كتعرفوا ديك البلاد ساهله تدبر فيها على فردي، قصدوا البانكا ولكن غير وصلوا تبعوا البوليس. حيت الخطه ديالهم فشلات قبل ما تبدا. دوهم متلبسين بدوك الفراده ومن زهرهم، وخا ديك الفعله كامله اللي داروا قال يتحكموا غير بعامي. وليني بلاتي بلاتي فاش وصلت الخبر الاب ديال جنين جا كيجري ويسول فين شادين ولدو. بقى يشوفوا الحنان ديال الاب ويني بيني وبينكم كون غير ما شافوش. ملي جلس هو وياه قال لي شوفوا ولدي عندي لك واحد خطه جهنميه. شو ولدي جنين هاد العامين اللي غادي تضيع لك من عمرك راه بزاف، ونيت انت باقي غير صغير، علاش ما تقولش ليهم في المحكمه بلي واحد العصابه فرضوا عليك تكون منهم وبزوا عليك تشفر ديك البانكه وتجيب ليهم الحصيصه ولا يصفيوها ليك، والقاضي راه غادي يتعاطف معك ولدي وخفف عليك من عامين شي شهور غير قلال. داكشي اللي غيدير جنين طال المحكمه قال داكشي اللي قراه بوه. وفعلا الحكم ديالو تغير بزاف وما بقاش عامين ولا غير 14 عام. هذا هو اللي قالوا ليه جاي كحل اعمى دبر لي بوه بتافه وتحكم ب 14 عام. وفاش دخل العكاشه، العكاشه هو الحبس، حنا غادي نغيروا لي غير الاسم على قبل بلاتفورم. داكشي قال الاول كان غير مصدوم وكيبكي، هذا هو اللي تبع بوه كون بقيت عام سخوط بوه. لكن جنين غادي يلقى شي حاجه اللي غادي تزيد تخلعو فوق. هو مخلوع ومصدوم كيبان لي الراجل اللي كان شانق عليه في الصاله ديال القمر، وقال لي الا باقي شفتك غادي نصفي عليك. السيد اللي قلت لكم عقلوا لي عليه دوشني ديك الفتره الاولى صعيبه بزاف، وكان فين ما كيشوف داك خينا شي تيولي مبدل بلاصتو كاع. ولكن اللي غيطرى من بعد غادي يبدل لحياته عاوتاني. طلعوا بجوج هو وداك الراجل عندهم نفس التصرفات ونفس الافكار، الشيء اللي خلاهم ولاو صحاب. مع الوقت جنين هو الزعيم ديال العصابه اللي بقى لداك الحبس، كلشي كيضرب ليهم الف حساب. قبل ما يهضروا معاه كانوا كاع هذوك المشدودين كيفيقوا الصباح وكيعيشوا نفس الروتين، ما كاين حتى شي جديد الا جنين كان كيعس يخطط كيفيق كيخطط. التخطيط كان عنده مهم اكثر من الخبز والماء، كان تيحلم بالحريه ليل ونهار. 14 عام الجم يدوز عليه لدرجه انه عيا ما يقدم الطلبات بالسافد من العفو، ولكن والو. واش كاين شي خبر على هذوك الطلبات؟ كلشي تنسى. جنين واللي مشدودين كانوا كل نهار فاش كيخدموا، مره في واحد البيت كبير خاص غير بالتصبين، ومره كيستفوا شي حاجات اللي ثقيله كل مره. وفاش راك لي دابا من بعد 6 ديال السنين ديال التخطيط، يعني بقات لي 8 ديال السنين. بقى جنين راسو حافظ على الحراس كيفاش كيتحركوا وكيفاش كيتصرفوا، حتى من بلان والطريقه باش نبني داك الحبس بدا كيرسمو في ورقه طريقه معقده شويه. بحال نار جنين كيكتشف بلي قدر يهرب من داك البيت ديال التصبين اللي كان خدام فيه، حيت كان تحت المصبانه قواد طالعين من تحت، والا حفر في ديك البلاصه غادي يقدر يهرب من البلاصه اللي كدير الواد الحار. هنايا من بعد ما جنين وجد كلشي قرب يهرب هو وعصابه ديالو. داك النهار كان جالس في استراحه، وجا عنده واحد البوليس هو عيط ليه. ديك الوقيته جنين كان جالس كما قلت لكم في الساحه، كان الوراق اللي مرسومه فيهم داك الخطه في يدي، ما شاف بوليسي حتى وقف عليه. بقى جنين كيشوف فيه ويقول لي البوليس جنين تحرك نوض هجي معايا المكتب ديال المحقق. جنين كان مع راسو مهمتي صافي هادي الاخره ليا، ويقول لي البوليسي
شنو هو داكشي اللي في يديك؟ فاش كان داير حوار ما بين البوليس والجنين، كان ديك الساعة وصل عند المحقق، هادشي اللي غادي يخلي المحقق يقول لي هادوك الوراق اللي عندك يبنوا لي بحال شي خطة باغي تنفذها وتهرب. شنين؟ ديك اللحظة تخلع وما بينش لي، ضحك وقال لي اش من هروب الشاف؟ راه غير كنت بغيت نكتب الرواية بوليسية وصافي، ولكن أنا ما قاريش، ما عارفش نكتب، داكشي علاش بلاصة الكتبة كرسم. بهاد الهضرة قدر جنين يخرج من المشكل بحال الشعرة من العجينة. ويقول لي داك المحقق واش عرفتي علاش قلت ليهم يجيبوك عندي؟ قال لي جنين لا سيدي ما عرفتش. قال لي حيت كنتي قدمتي واحد الطلب مبروك عليك، راه تقبلتي واستفدتي من العفو، دابا انت راه حر تقدر تخرج بحالك من الغدا الا بغيتي. جنين ما عرفوش يضحك ولا يبكي. من بعد التخطيط كامل وتمارا حتى شاع العفو، ولين يعطي الوراق ديال الخطه للدراري اللي معاه، وهو الغد اللي خرج بحالاتو. واول حاجه دارها كرا واحد المقر كبير في واحد الحي خطير، كان هذاك الحي داخلي مفقود خارج منه مولود، يعني الحي من الاحياء اللي عامره بالمضى والمسطرات والفراده. صحابهم عندهم تما 14-24، راه كنهضروا غير على السيوف والشواقر، والحاجه الوحيده اللي كتباع في ديك الدروبه هي السلاح والغبره. راك لي دابا فاش غادي يدوز الشهر من بعد ما خرجني وتبعوه كاع هذوك اللي كانوا تحت القياده ديالو، قدروا يهربوا في ظل الخطه اللي رسم ليهم، قدروا يتواصلوا معاه وجاو عندو المقر ديالو الجديد. ما كمل حتى 3 ديال الشهر حتى دار جنين واحد الخطه جهنميه باش يشفر واحد البنكه، غادي يلبسوا كاملين كومبليات في الكحل، كانوا كيبانوا رسميين وعارفين شنو كيديروا، قصدوا ديك البنك اللي دارت على قبل الخطه. وقال جنين للمدير حنا جايين من طرف المكتب السري والمهمه ديالنا، نتوما اللي مسؤولين على السريه ديالها، ضروري اليوم قبل من غدا تخبوا الخزانات من كاع الفلوس ونحولوها للبنك الفيدرالي، حيت راه ممكن الليله يفركعوها ويتم السرقه ديالها. المدير ديال البنكه واخا كان مشوش ولكن يقدر يقتنع حتى الطريقه باش هضر جنين كانت كتبينو عارف راسو اش كيدير، وكان معاه اكثر من 21 لابسين نفس اللبسه، يعني الا قلتي من المكتب السري راه من المكتب السري. وباش زاد قنع المدير ديال البنكه هو انه عطاه كارطاس مزورين اللي هما من الامن. المدير وافق وبدا جنين واللي معاه كيهزو في الملاير باش يدوها للطوموبيل، ولكن في واحد اللحظه المدير حس بالقضيه فإنه ويعلم البوليس، ولكن جنين زرب عليه وشدوه اللي معاه وحبسهم في واحد البلاصه وسدوا عليهم وخرجوا ودوك 21 اللي معاه، ولكن لقاو البوليس وصلوا بقاو واقفين عند الباب ولا شي كيجري في شي. البوليس قدروا يصفوا الجوج من الافراد اللي كانوا مع جنين والباقي كلهم هربوا بالحصيصه. ومن هنا غتبان الحكايه ديال جنين في البراكاج والفور. جنين وتفكر بلي عنده واحد الحساب قديم مع واحد السيد عنده سوبر مارشي، كان شافر شحال هادي وبسبابه كان شد 3 ديال السنين، قصدو السوبر مارشي هو اللي معاه، حط الفردي فوق راس مول الشي، شفروا ليه الحصيصه اللي عنده والسلعه كامله، خلى السوبر مارشي كيصفر. جنين ويقول داك مول السوبر مارشي واش خلتي عليا؟ واش عرفتيني؟ قال لي مول داك السوبر مارشي لا ما عرفتكش، شكون نتايا؟ قال لي انا هو اللي كنت بلغتي به البوليس على جوج ديال الخبزات، سرقتهم لي واليوم جيت وديت لك كل شيء باش شقال عليا مزيان. جنين عمر الطوموبيل حتى ما بقى لا فين تزيد، وقصد الاحياء الفقيره اللي قريبه من الحي فين ساكن فيه، فرق عليهم كاع داكشي اللي شفر وقال لهم نتوما غير كونوا معايا رجال وما غادي يخصكم معايا حتى شي خير. تخيلوا معايا باللي جنين حقد على البوليس لدرجه انه قال المتشردين باللي فين ما شي واحد فيكم صفان شي بوليسي غادي نعطيه تدويره كبيره ديال بصح. ما كامل حتى سيمانه حتى تصفات اكثر من 20 بوليسي في احياء مختلفه وبطريقه مختلفه، شي اللي حير البوليس وخلاهم سجلوا كاع اللي طرا ضد مجهول. ولو البوليس خايفين بزاف لدرجه انهم لا شافوا شي متشرد في هذوك الاحياء، دير يدي غير جيبو كسفوا لي بقرطاسه وحده بحجه الدفاع عن النفس، هادشي اللي خلع الناس في دوك الاحياء اثر على السمعه ديال جنين. انا جنين قرر يحبس الخطه وتراجع وقال بلي صافي بلا ما يبقى شي واحد يصفى للبوليس، ورجع عاوتاني كيخطط يشفر بنك اخرى، ولكن راه الطريقه اللي غادي يشفر بها ما طيحش لكم على البال كاع، هاد المره ما كاين لا فردي لا والو ولا مضى، حتى من الدراري دا معاه غير واحد صافي. والحاجه الوحيده اللي دار جنين ضرب الحطه في الكحل عاوتاني وقال دري اللي معاه لبس بحالي وتبعني. دخلوا بجوج بيهم البنك عند المدير وقال لي جنين حنا جيناك من المكتب ديال الاحصاء اللي في وسط ديال المدينه، راه طلبوا منا نجيبوا من عندك سميات والادريسات ديال الكليان ديالكم اللي الحسابات ديالهم فيهم مبالغ خياليه، بغينا من خلال المعلومات غير نعرفوا واش المعاملات ديالهم نقيه ولا مدخلين تخلوين، وهذا الاجراء راه طبيعي غير باش نحافظوا على النظام ديال الامن. المدير وافق على طلبهم وعطاهم اجندات فيهم الاسماء والعناوين ديال اكثر كليان عندهم مبالغ كبيره بزاف في الحسابات ديالهم. جنين فاش شاف مدير ديال البنك تشيق كلامه طبق نفس الخطة على شحال من بالكا، جنين قسم الفريق ديالو على جروبات، كل جروب فيه ثلاثة وكل جروب قصد واحد من دوك الأغنياء اللي حدد ليهم جنين، وهو مع جوج دراري قصد واحد الفيلا من الفيلا ديال دوك الأغنياء اللي عندو سمياتهم. دخلوا الفيلا ديالو غير بالفن وخلاو يسيني الصحة على الشيك فيه مبلغ كبير بزاف وربطوه بقنبة فواحد الكرسي، وقع على هاد الحال حتى طلع الصباح
ومن بعد بزوا عليه صونع البانكا ويقول ليهم بانه وراه فلان وراني مشغول داكشي علاش غادي نصيفط واحد في بلاصي يصرف لي واحد الشيك من البانكا. والبانكا وافقات وهاد الخطه طبقوها كاع الجروبات اللي قسم جنين على الاغنياء حتى هما داروا نفس الشيء ما شافين يطلع النار حتى لقاهم جامعين الملاير في وقت قصير دوك كلشي مشاو بحالاتهم. جنيه غيقنع هنايا رغم انه دبر على فلوس صحيحه لا غادي يزيد يشفر بانكا اخرى اللي جا في الولايه ديال اوهايو قصد البانكا والدراري اللي معاه كيف حويدو. من بعد ما وجدوا الخطه ولكن الخطه ديالهم هاد المره فشلات لقاو البوليس كيتسناو فيهم شدوه هو شي جوج دراري اللي كانوا معاه. بعد الاعتقال ديالو نهار ثاني غادي يجيو ثلاثه ديال المحققين وقالوا الضباط اللي مسؤولين على جنين ودوك الدراري اللي معاه بلي جام امر من المكتب الفيدرالي باش يجيبوا جنين ويحقوا معاه وغادي يديوه في طوموبيل خاصه بديك المهمه الحبس ديال المقاطعه اللي في ديك الولايه. وفعلا خلوهم يديوه وفاش دخلوا على جنين ديك ثلاثه الضباط تفاجأ بزاف وتصدم عرفتوا علاش تفاجأ حيت كانوا هادوك ما بوليس ما محققين هادوك طلعوا غير معاه وداروا هاد الخطه باش يهربوا. وبالفعل خطة نجحات وقادر يخرجوا كيف الشعره ملي كتخرج من العجينه اراك ليا دابا في الجنين غير يسخن عليه راسه وحلف حتى ينتقم من البوليس اللي شدوه. مكمل حتى سيمانه وهي جمع عليهم هو الدراري اللي معاه كان العدد ديالهم كبير. البوليس كانوا متوقعين كلشي من الجنين اللي يدير هادي عرفوا باش تبلعوا جنين هو بزاف ديال الدراري اللي معاه سربوا على البوليس وحبسوهم وشفروا لهم كلشي الفراده اي حاجه كانت عندهم. ولكن شي وحدين من البوليس كانوا مخبيين في واحد البلاصه وجاو بغاو يتيروا في الجنين ولكن عاقب يوم وتيرا فيهم ولا مصفي عليهم من غير سرقه ولا عنده القتل عند جات قرطاسه في واحد من دوك البوليس ومن الامانه دا امانته شنين مشى بحالاته من بعد ما داليهم كلشي وخلاهم على الدص ان البوليس صافي حقدوا عليه بالمعنى الكلمه ولو كيحلموا ليل ونهار شدوه وتهنوا منه اي طريقه. شنين دوك الفلوس اللي ضرب ما بقاوش كاتينو ولا بغا كثر وكثر راك ليا دابا فاش غادي يقرر ثاني يضرب واحد البنك اخرى قالوا لي الدراري اللي معاه ولكن راه ما مخطين ما والو كيفاش غادي نضربوا ديك البنكة؟ قال لهم شنين شوفوا شحال عندنا ديال الفرادة والكاحل والفلوس اش من خطة مازال من دابا ما كاين غير اللي ليها ليها. فعلا داكشي اللي دار شنين غير كمل هذيك السيمانة ويخسر واحد البنكة مع جوج ديال الدراري ولكن البوليس صافي كانوا على بال كانوا حايقين بقاو حاضرين مع البنوك كاملين تشابكوا في الاخر قدروا يشدوهم هو اللي معاه وداو نيشا للحبس وبقى في ذاك الحبس الاحتياطي تكمل مدة شهرين بما جا نهار ديال المحكمة. وكانت هذيك الشهرين هي أسوأ فترة داز من جنين في حياته كاملة حيت البوليس كانوا كيصلخوه مزيان شبعوا فيه سبان وعصا ديال بصح حيت كان صفى لصاحبهم وشمتهم شحال من مرة أراك ليا دابا فاش غادي تبقى غير يومين على المحكمة ديال جنين جنين ويبدا يغوت وعيط على واحد الحارس بحال اللي باغي شي حاجة ولا دار راه شي حاجة وليني فاش قرب عنده شنق عليه وحط لي واحد الفردي على راسه وقال لي أنا ما خاسر والو يا إما غتحل لي الباب تنجب روحك ولا نصفي عليك دابا. الحارس خلع وحل لي الباب حبسوا جنين في بلاصتو بعد ما خدا من عنده اللبسه ديالو ولبسها نيه جنين قصد اكثر غرفه كيكونوا فيها البوليس مجموعين فيها ودق الباب فاش حلوا ليه تصدموا صدمه حياتهم. قال لهم واخا انا شفار ولكن راه كنفهم في القانون احسن منكم كاع وعارف باللي الا شريت فراسي ولا شي واحد منكم غادي تحبسوا وغادي تعاقبوا حيت تكون ما ماشي الاهمال ديالكم كاع ما غادي يطيح هذا الفرد الخطير بين يديا ودابا غير كلمه وما نعاوداش حطوا الفردي ديالكم في الارض ودفعوه برجليكم ولا شي واحد فيكم حسيت بيه باغي يدير هاك ولا هاكا غنصفي عليه فرمشي ديال العين. البوليس كانوا خايفين بزاف وعارفين بلي جنين خطير وغير الفرد اللي كان في يده كان الشكل ديالو غريب بزاف عليهم عمرهم في حياتهم ما شافوا بحالو. داروا داكشي اللي قال لهم وهنايا ياخذ كلشي وسد عليهم الا واحد الحارس اللي كان سميتو فين. فعلا جنين قدر يخرج من الباب ولقى ديك البوليسي معاه ما طرقو حتى ركب في الطاكسي قبل ما يمشي لاح لي داك الفردي وقال لي هادي هدية ليك تخيلوا معايا طلع غير طرف ديال الخشب ومنحوت على الشكل فردي ومدهون بالزفت باش يبان بالكحل. البوليس هنايا غيحسوا بالشمته كانوا غادي يتفرقع عليهم المراره بالفقصه والواعره كانت سميتو منحوته في الفردي جون ديلينجر اللي حطينا اسم ديال جنين. دازت الايام والبوليس مخلوفين قلبوا عليه ولكن والو واش بان لي الاثار كان جنين قرر يسافر لشي دوله ويرتاح من الشفره والصداع. الفلوس اللي كان جامع كانت كافيه تعيشه هو وقبيلته عمرهم كامل وشيط لي الخير ولكن اللي ما فخباروش هو ان البوليس حاطين عند كل حجره وعند كل شجره بوليسي الواعر في هادشي كامل هو انهم واعدوا اللي غادي يوريهم هاد جنين فين كاين غادي يعطيهم مبلغ كبير. دازت الايام وحتى واحد ما لقاه البوليس زاد عليهم الضغط وحسوا بكرامته في الارض. اراك ليا دابا نهار 1973 شهر 7 نهار 18 النهار اللي غادي توقع فيه شي حاجه اللي حتى واحد ما كان توقعها غادي تصوني واحد السيد المكتب ديال التحقيق الفيدرالي
وقالت لهم انا سميتي انا سمعت باللي كتقلبوا على جون ديلينجر ولا جنين وغادي ساعتها وقد وقد اللي غادي يوريه ليكم ويقولوا له دوك المكتب ديال التحقيق اه نعطيوك لالا خير قول لنا فين هو هاد المسخوط. قالت لهم بلاتي حتى نقول لكم الشروط ديالي بعدا ولا تفهمنا نقول لكم فين كاين. انا بغيت 20,000 دولار وبغيت جنسيه حيت انا غير مهاجره من رومانيا. البوليس شافوا حتى هي وقبلوا بالشروط ديالها عطاوها ضمانات واقتنعات وقبلات تعاونهم. راك لي دابا نهار فاش غتمشي هاد انا هي وجنين واحد السينما باش تفرجوا في واحد الفيلم. النص ديال الناس اللي كانوا في السينما كانوا بوليس سيفيل. في الاول جنين لاحظ باللي شي ناس من اللي جالسين كانوا كيديروا فيه واحد الشوف في الشكال وبدا كيحس بالشك في ديك خيتنا اللي معاه. قال مع راسو هادي غير بنت الليل ممكن تبيعني على قبل الفلوس. بزرب الجنين هز فردي وتيره في السقف وبدا كيجري هرب حتى وصل واحد الشارع كانوا البوليس كيجريو موراه كيتيريو. ضابط ديال البوليس قدر يجي فيه قرطاسة الاولى فجون ولا جنين كان كيحاول يهرب زادوا 4 ديال القرطاسات اخرين كانت هذيك هي النهايه ديالو. ولكن تخيلوا معايا بزاف ديال الناس بكاو عليه وحزنوا عليه دارت عليه مظاهرات خاصه الاحياء الفقيره اللي كان ديما كيفرق عليهم داكشي اللي كيشفر. كان كيوصل العدد ديال العائلات اللي كيعطيهم خلصه شهريين اكثر من 200 عائله وكانوا كيعتبروه راجل معقول واخا كاع داكشي اللي كان كيدير كان روبين هود في زمانه. ولكن السلطات منعوا اي واحد يهضر عليه ولا يشكره. كانت هذيك هي النهايه ديال جون ديلينجر الجنين كما لقبناه. ومن بعد دروينا كامله اللي دار وما تشش قطرات مره ديرها به كانت النهايه ديالو على يده. هنا يا الخوت كتسالي القضيه ديال هاد النهار والحلقه ديال هاد النهار نتمنى تكون عجباتكم ولا عجباتكم ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه. هذه اول حلقه كنديروها طويله.